رح نعمل هلا لعبه اسمها سيناريو، رح نشترك فيها ثلاثتنا. اوكي. ايه يعني انا بدي امثل معك ومع الشيف انطوان. الموضوع هو انه انا مجوزك، حضرتك عم تطلب الطلاق مني. ليه؟ شوف شو السبب. شو؟ لانه عندي ريحه اجرين. يا عليك، تسائب هيدي بصير؟ اصلا واصل الريحه لهون. لا بتضلش هلا. هلا بيك عم يقنعك، شو بدك بالشغله؟ قال ايه طبعا شيف انطوان بيي. ايه. انه شو بدك بالشغله؟ بغسلهم بالمظاهر بالليل بيمشي حلو. هلا بدك تسمعه لشيف انطوان دغري لقيتك واصل بالمظاهر. بدنا نمثل، بدنا نقوم شوي تحتنا. هات لا هات لا اقعد حدا. وانت بيا خليك محلك، خليك محلك، انت من بعيد عم تصلحنا. انا بارم دهره. انا ما بحبك. لا ما بتحبيني، بتطلع ريحه شريه. بس معلش، الحب ما هو الحب بيغني. ليكي يا حبيبتي، شو موسيقى حزينه لو سمحت. عنجد شي قهر. ايه قهر قهر نقهر. خلاص يا احمد نقهر. ايه خلاص يا احمد، فتنا بمصر. اسف الله. يلا ليش بدك تتركيني؟ ليه؟ ما عاد قدرانه اتحمل ريحه. ليه؟ شو بني انا؟ ما فيني اتحمل، ما فيني احكي قدام بابا. احكي قدامه لما احكي بعفه. شو في يا بنتي؟ شو في؟ اسمعي صوته مثل القنار ما شاء الله. شو في؟ مثل الحدا مقوصه نص تقويسي لبيي. نحن على الهوا صح. كفي كفي. ايه ليش بدك تتركيني؟ ليه ما عم تتحمليني؟ ليه؟ ليه؟ من شو؟ قولي لي شو السبب؟ عم بخونك؟ يا ريت. من؟ يا ريت عم بخونك. حطي له يود معهم. يود؟ طيب. هلا معقول يا عمي انت بترضى بنتك تتركني كرمال ريحه اجري؟ ولو يا بابا. طيب غسلهم مزبوط، حطوا لهم اريال بيرسيل، حطوا لهم الغساله وبرموا، علوا لنا الموسيقى لفوت بالجو يا شباب. ايه دخلكم اهري اهري خلص. بعد كل شيء جايب لك هدايا. انا برمتك الدنيا كلها. وين برمتي؟ برمتك الدنيا شوي. لك ساعه عم تقول ما اخر شيء سيارات، البيوت، الثلاثة مليون دولار اللي شابقهم من العراق بيك. من وقت له شفر كرمال ريحة شرية. ولعوا اعتبري أكتر شيء بنحط لك شوية برفة. مش برفة برفة بيمشي الحال. مثل هذا البرش برفة عليك العرق. شفات شفات، حطي شفات كبير بالأوضة. أنا بشكركم، ميرسي. كلكم بتجننوا بتجننوا بتجننوا. لا بتعاد ولا أهدم، عن جد ولا أهدم. ميرسي ميرسي ميرسي. بس خليك قاعد هوني كده. الله ما أحلاها. حلو المشهد. ما تقولوا لي ما كنت قدراني أحكي. حلو يلا. أنا بدي أوضح لك شغلة. إيه لا يقولوا إنه 3 ملايين من العراق. ما في 3 ملايين. اسمعوا اسمعوا، عم يصلح ال 3 ملايين من العراق. إحنا عم نمزح بس. لا عم نحكي. لا نحكي. أنا اشتريت بفيلا كانت على البطون. برافو عليه. بفيترون بمزاد علني. استثمار بمزاد علني. ايه؟ مكسورة للبنك ب 78 ألف دولار موجودة الأوراق. يا عين ما أحلاه. هلا بتسوى هاي لوحدة مليون ونص. شفتوا من وين صارت المصاري؟ فت بالحال فت بالحال فت بالحال. يلا